هل تصح صلاة الجمعة بالتيمم؟ تصح صلاة الجمعة بالتيمم لمن لا يقدر على الماء أو يعجز عن استعماله. إذا كان ليس عنده ماء فإنه يتيمم، أو عنده ماء ولكنه لا يقدر على استعماله لمرض أصابه أو لأن الماء قليل لا يكفي لحاجته والتطهر، فإنه يتيمم ويصلي. مع أن من يستبعد صيام صلاة الجمعة لا تقام إلا في القرى والمدن ومحلات الاستيطان الدائم، وهذه لا تخلو من المياه. اللهم إلا أن يكون هذا السائل فيه مرض ولا يستطيع الوضوء، فإنه يتيمم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا.